صدمة، قطر تخون مصر بسبب سد النهضة. ننشر التفاصيل. وبيان عاجل من رئيس الوزراء للرئيس السيسي ويفجر مفاجأة. ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن انفجار النمو السكاني في مصر منذ قليل. ومفاجأة في مصر، مصر تفتتح عددا كبيرا من المساجد في يوم واحد. ومفاجأة كبرى، تحركات ضد الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز. وأول رسالة من الممثلة دنيا سمير بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن انفجار النمو السكاني في مصر منذ قليل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع. وأضاف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين، وبعد 100 سنة بقينا أكتر من 100 مليون. نمو السكان اللي فوق طاقة البلد يؤدي لتدمير الدولة، أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011. وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر، صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبي متطلبات النمو السكاني الموجود فيها. في الآخر المواطن اللي عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفع له 100 أو 150 جنيه بالكتير في المكان ده. الموضوع مش كده خالص. الدولة لما تقدر إنها تسيطر على حالها في طرق وإسكان وكل شيء، وفي تعليم وفي صحة وأي مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه. مصدر معانا كمل اليوم السابع. هذا كان يعني بيان هام من الرئيس السيسي أو رد على دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص النمو السكاني في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من رئيس الوزراء للرئيس السيسي ويفجر مفاجأة. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن إجمالي التكلفة للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات في مصر وصل إلى 425 مليار جنيه، حيث أن المناطق غير الآمنة تكلفت 63 مليار جنيه. مدبولي أضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المناطق غير المخططة التي وصلت إلى 152 فدانا تكلف 318 مليار جنيه، في حين تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه. وتابع أن الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، مستعرضا بعض عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية حول أزمة العشوائيات مثل أزمة الدويقة وغيرها خلال عام 2010. وهو الأمر الذي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطويره بشكل كامل. وقال رئيس الوزراء المصري إنه من منطلق الحق في السكن الكريم كواحدة من حقوق الإنسان وتحقيق جودة حياة للمواطن في أن يعيش في منطقة كريمة. شدد على إن الدولة بدأت وفق توجيهات الرئيس السيسي في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم تطوير 357 مناطق غير آمنة، وكان لدينا 152 ألف فدان في مناطق غير مخططة، وأكثر من 1000 سوق عشوائي، وتم تطوير هذه المناطق بالكامل. وأكد أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في 25 محافظة مصرية وبها أكثر من 1 مليون مواطن. متابعا كان على رأسها القاهرة، وتم تنفيذ مشروع حضري كامل وفق مشروع تطوير العشوائيات لكافة مناحي الحياة وتوفير خدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية، وتم الانتهاء من 90% منها.
10% المتبقية قبل نهاية هذا العام، حيث أن عملية البناء انتهت من خلال الإسكان البديل. الدولة المصرية استطاعت تغيير الوجه للمناطق العشوائية وغير الآمنة في إطار إعادة الوجه الحضاري. وتشهد مدينة بدر تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها للموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. مصدر معنا كان من RT واليوم السابع، يعني نتمنى القضاء على العشوائيات بنسبة 100% بإذن الله، ويعني الدولة توفر حياة كريمة للمواطن، يعني اللي محتاج انه يقعد في مكان كريم. ان شاء الله يعني مصر القادمة افضل. وننتقل مع بعض الخبر معنا، وصدمة قطر تخون مصر بسبب سد النهضة، وشركة قطرية تتبرع $10,000 لبناء سد النهضة الاثيوبي. صرحت وزارة الخارجية الاثيوبية بأن مجموعة سهيل قابضة قطرية قد تبرعت بمبلغ $10,000 لدعم مشروع بناء سد النهضة الاثيوبي. وقد قدم الدكتور حسن الصمادي مدير عام دائرة التنمية التجارية في المجموعة قابضة التبرع لسفيرة جمهورية اثيوبيا لدى دولة قطر سامية زكريا. وتقوم مجموعة سهيل القابضة حاليا ببناء مصنع لإعادة تدوير البطاريات في مدينة برهان في إقليم أمهرة. وشكر المدير العام للمجموعة القابضة السفارة الإثيوبية في قطر لدعمها لاستثمارات المجموعة في إثيوبيا. وتختص شركات مجموعة سهيل القابضة في إعادة التدوير وإنتاج وتصدير المواد غير الحديدية والبلاستيكية بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. الجدير بالذكر بأن بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يعتبر رمز للوحدة الوطنية الإثيوبية قد وصل بناؤه لأكثر من 80%. المصدر معنا كان من صحيفة الوفد. طبعا يعني قطر تبرعت لبناء سد النهضة بطريقة يعني شبه غير مباشرة $10,000 لسد النهضة. أعتقد أن هذه يعني نوع من أنواع الخيانة، حتى لو بدولار واحد، لو بدولار واحد فتعتبر خيانة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة في مصر. مصر تفتتح عددا كبيرا من المساجد في يوم واحد. أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أمس الجمعة افتتاح 25 مسجدا في 8 محافظات، ما بين جديدة وأخرى تم ترميمها وصيانتها. وستقوم الوزارة بافتتاح 19 مسجدا جديدا وستة مساجد ترميم وصيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 1620 مسجدا، منها 1487 إحلال وتجديد و133 صيانة وترميم. مصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا شيء مهم جدا، يعني بناء المساجد والكنائس في مصر شيء في منتهى الأهمية، يعني الجانب الديني المصري يعني شيء مهم بالنسبة للمواطن المصري. أترك برضو لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة كبرى. تحركات ضد الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز. كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل حول الطبيب الذي قام بمعالجة الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل تدهور صحتها. والمصادر قالت ان تحقيقا داخليا يجرى حاليا في المستشفى الذي اجري به العملية لمعرفة ما اذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية ام لا. المصادر اكدت ان الجراح الذي اجرى العملية مشهود له بكفاءة، لكن الامر يخضع لمراقبة ومراجعة حرصا على التأكد من كل شيء. وضح ان غالبية الاساتذة من الاطباء ليسوا من العاملين في المستشفى، وانما يصنفون على انهم من الاطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى، فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط. كما اكدت المصادر ان ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة. وضح ان هناك لجانا في كافة المستشفيات تدقق
في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لاعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء. وتوعد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز في تدوين له على صفحته على فيسبوك: من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته سيحاسب بقانون، مستخدما تعبيرات تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في وصف ما جرى في العملية. وسافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز الثلاثاء الماضي لسويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ 10 سنوات لاستكمال رحلتها العلاجية. وقالت مصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز تحتاج حاليا لعملية تعديل مسار على حد تعبير المصادر، نتيجة للثقب الذي حدث في القولون خلال العملية التي وصفها الأطباء بالمعقدة. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. أتمنى إن شاء الله، يعني بإذن الله، إن ياسمين عبد العزيز تقوم وتكون بأفضل حال بإذن الله، وربنا يشفيها ويصبر زوجها بإذن الله على مرضها. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأول رسالة من الممثلة دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وجهت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم رسالة مفتوحة لأصدقائها وجمهورها بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وفي منشور على صفحتها الشخصية في فيسبوك قالت دنيا سمير غانم: شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا، ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب. وأضافت: لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا ما بقاش جمهور بنقدم له أعمال بس، هما والله كلهم أهلي وإخواتي، ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصل لنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا. وقالت الفنانة: شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب. بابا وماما حبايبي، ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا. مصدر معانا كان من RT: ربنا يرحم يا رب الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمهم ويصبر يا رب بناتهم وأهلهم بإذن الله. يعني الرئيس السيسي وضح الأمر ده برضو، وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المشروعات السكنية: هديكم مثال، رغيف العيش لما زاد من قرشين ل5 قروش كان بيتكلف 18 قرش، ولما بقى 5 ساغ دلوقتي بيتكلف 65 قرش. طب هو دخل الفرد في 2011 كان أقل من 400 أو 500 جنيه، ووصل إلى أكتر من 2000 جنيه وفق الحد الأدنى للمرتبات. رئيس السيسي تابع وقال: ارتفاع الأسعار يتم يعني محاربته بتحسين أحوال الناس مش إنفاقه بس، وضبط النمو السكاني، فالمبلغ اللي كان بيتصرف على 5 مش هينفع على 10 أو 15. حجم النمو السكاني لذات كان أكبر من طاقة الإنفاق، وقيمة الجنيه مش زي قيمة الجنيه من 100 سنة. مصدر معانا كان من الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني هذا كان تعليق الرئيس السيسي على هذا الأمر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.